لمزيد من القراءة ينضم إلي من نيويورك السيد أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي. سيد أحمد أهلا بك في هذه الساعة للقاهرة الإخبارية. لعلك تابعت جلسة مجلس الأمن التاسعة منذ 7 أكتوبر ومجددا فشل مجلس الأمن في تمرير هذا القرار أو مشروع القرار الأمريكي الذي كان فيما يبدو ينص على الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. كيف تقرأ هذه النتيجة التي وصل إليها مجلس الأمن الدولي في جلسته صباح اليوم؟ نعم، كان من المتوقع أن يفشل هذا القرار، لأنه النهاردة احنا الجمعة، يوم الجمعة الماضي منذ أسبوع المجموعة العربية الجزائر ومجموعة الدول العربية تقدمت برفض للخمس دول الأعضاء وأولهم أمريكا في مجلس الأمن، لأن كان هذا المشروع القرار الحقيقة يصيبه الكثير من العوار. كان يتحدث عن كيف يمكن أن تعطى الفرصة لإسرائيل أن تتمادى وتحصل على أكبر قدر ممكن من المزايا. كان كل ما يهم أمريكا في هذا القرار ما كانتش مركزة كثير جدا في مسألة وقف إطلاق النار، كانت بتركز بس في أن يكون في اتهام واضح ومحدد لجماعة المقاومة الفلسطينية بأنها مجموعة إرهابية حماس، وأيضا ركزوا على بس الأسرى اللي هم موجودين في الطرف عند حماس يتم إطلاق سراح الرهائن، لكن ما كانش فيه حديث عن تبادل الأسرى من الجانب الفلسطيني. كمان بالنسبة لمسألة الهجوم أو الاحتمال أن يكون فيه هجوم بري على منطقة رفح في المستقبل القريب، ما كانش فيه ما يشير أن أمريكا بتلزم إسرائيل بأن هذا النوع من التحدي ما يكونش له أي حدود، وبالتالي المجموعة العربية رفضت. ومن ثم كان موقف روسيا والصين وأيضا الكلمة القوية اللي قالها مندوب الجزائر فند لما يكون في الشهر الثالث من القتال 32,000 ضحية و 74,000 مصاب منهم 12,000 إصابتهم إعاقات دائمة. هذه الأوضاع لم تتحدث عنها المبادرة، وبالتالي اللي حصل النهاردة بعد هذا الحقيقة الرفض كان جيد جدا. أعقبه مؤتمر للمجموعة العربية تحدث فيها السفير رياض منصور ممثل دولة فلسطين، فند الموقف اللي حاصل الحقيقة. ولكن النتيجة الإيجابية اللي طلعنا منها النهاردة إنه في مجموعة اسمها الإيتان وهي 10 دول منتخبة في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن قدمت بمقترح قرار وأخذ اللون الأزرق. اللون الأزرق معناه أن سوف يمر على مجلس الأمن، حتكون في مناقشات يمكن مساء اليوم أو صباح غدا السبت، أملا في أن في بداية الأسبوع القادم يؤمل أن هذه المجموعة تركز على أنه يجب أن يكون وقف فوري لإطلاق النار. وده الحقيقة العوار اللي ما كانش في القرار اللي رفض اليوم، لأن أمريكا كانت بتحاول بقدر الإمكان تمرر ما تريده إسرائيل. نرجع كمان لآخر لقاء لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد جولته في السعودية وفي مصر، التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة، وكان الحقيقة الكلام أو التصريح اللي طالع من بنيامين نتنياهو يعني يبدو أن في تحدي كبير جدا ليس فقط لأمريكا ولا للعالم الأمم المتحدة والعالم، انه مصر على انه هيكون عنده غزو بري، لانه الاربع كتائب اللي موجوده ده امل الوحيد انه ينهي القتال وتنتصر اسرائيل بوجودها في مساله رفح. فنامل ان هذا المشروع القرار اللي تقدمت به الايتان والعشر دول يلقى بنوع من الايجابيه. الخوف بقى ان موقف امريكا هيكون ايه. اعتقد صحيح. لو امريكا مستعد كل مره في الاربع مرات السابقه ان يكون عندها فيتو، وحتى في ال 153 دولة اللي كانت في الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح وقف إطلاق النار وغرادت أمريكا لوحدها في السرب، يؤمل هذه المرة. طبعا الكلام اللي قاله المندوب الروسي إن هذا مشروع القرار بالنسبة لأمريكا هو مسرحية سياسية تهدف لخدمة الداخل الأمريكي وموضوع الانتخابات، لكنه لا يخدم القضية. نأمل أن مجموعة الإيتان يكون وضعها أفضل خلال الأيام القادمة. طيب بإذن الله. طيب سيد أحمد، البعض ربما وصف مشروع القرار الأمريكي والصيغة التي كان عليها مشروع القرار الأمريكي بأنه موقف متقدم من الولايات المتحدة الأمريكية. هل تتشارك هذا الرأي فيما يتعلق بالصيغة التي جاء عليها مشروع القرار الأمريكي، خصوصا ما يتعلق بضرورة أو الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار، وربما بعد ذلك كان من ضمن ما جاء أيضا في هذا القرار أو مشروع القرار منع التهجير وإدخال المساعدات الإنسانية وربما كافة المطالب العربية وإن كانت بشكل غير مباشر، يعني وهذا ربما ما أدى إلى رفض روسيا والصين لهذا المشروع؟ نعم، والقرار طبعا مشروع القرار مسيس،
لم يأتي بجديد ولم يخدم الوضع الحالي والقائم اللي هو يعني كانت دائما تتكلم في القرار إنه يكون إدخال المساعدات وحل الدولتين، والكلام البراق الإيجابي اللي كل العالم بيحلم به بما فيهم أصحاب القضية نفسهم. ولكن لما نيجي على الواقع وعلى الأرض، إذا كان المجلس شغال والاجتماع شغال والآراء بتقال من خلال 15 مندوب، وفي نفس الوقت الحرب مستمرة لم ولن تتوقف، فيعني في تبجح من الجانب الإسرائيلي، ويبدو أن الجانب الأمريكي شبه ضوء أخضر له أنه يستمر في هذه المجازر. وكانت كلمة الحقيقة المندوب الجزائري ممثل المجموعة العربية كلمة قوية جدا، قال ما سألتش أمريكا نفسها وهي بتتكلم في القرار ده عن 32 ألف القتلى والشهداء وال 74 ألف مصابين، وكل يوم العداد شغال ما بيقفش. فيعني أعتقد كانت النهاردة الموقف يشير إلى أنه من الممكن المشروع اللي تقدمت به مجموعة الإيتان يكون له نصيب وحظ من أنه يمرر، وهذه المرة يؤمل أن أمريكا لا تتقدم بالفيتو. طيب، أنت تحدثت عن زيارة بلينكين إلى إسرائيل، هذه المرة السابعة منذ 7 من أكتوبر يقوم فيها بلينكين وزير الخارجية الأمريكي بزيارة إلى إسرائيل، يلتقي فيها برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأيضا يشارك في مجلس الحرب الإسرائيلي. ربما لم يأتي بجديد أيضا فيما يتعلق بالتصريحات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية عقب هذا اللقاء. قالت أن بلينكين دعا نتنياهو إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، قال أيضا أنه لابد أو الانخراط بشكل أكثر فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. كيف تقرأ هذه الزيارة إلى تل أبيب على خلفية هذه التصريحات التي لم يأتي فيها بلينكين بأي جديد فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل؟ طبعا الزيارة اختتمت بإسرائيل على أساس يعطيها أو يعطي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ملخص ما دار من خلال جولته في السعودية وفي القاهرة، واجتماعه مع الاجتماع السداسي مع المجموعة اللي تمثل وزراء الخارجية العرب في المنطقة. لكن السؤال، إذا كان دايما هو بيتكلم هو وحكومته في أمريكا على دعم فلسطين وإدخال المساعدات الإنسانية، مش أمريكا هي أول دولة جمدت لمدة سنة مساعدتها للأونروا وتبعها حوالي 20 دولة مجاملة منهم لأمريكا، وفي نفس الوقت يروح وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية وتطالب السعودية بأنها تدفع 40 مليون دولار مساعدة للأونروا؟ في تناقض حتى في اذا انتوا الامريكان واقفين الأونروا وبتحاولوا تنشفوه على الناس الغلابه اللي موجودين في المنطقه دي، وتدفعوا الدوله السعوديه تدفع 40 مليون دولار، في الحقيقه تناقض في الكلام، ويعني يبدو ان احنا اتهرينا من التناقض في تصريحات المسؤولين الامريكيين. تسمع الكلام يعجبك، تيجي على ارض الواقع تجد الخلاف واضح جدا، وكانهم بيجاملوا منطقه عندها 80 سنه من العلاقات الاستراتيجيه مع امريكا، مش عايزين يزعلوا حد، وفي نفس الوقت مش خايفين يقربوا من إسرائيل أو يوجهوا لها أي لوم في أي قرار يصدر من ناحيتهم.